السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا حبايبي في عالم بيت العز. معاكم أم أحمد. إن شاء الله النهاردة هنعمل رز بالكبسة وفراخ مشوية. شايفين اللون الفراخ ما شاء الله عامل ازاي، والرز لونه عامل ازاي، والطعم كان حكاية. نبدأ بسم الله ونشوف انا عملناها ازاي. أول حاجة حبيب قلبي سلقت الفراخ، المية غليت اهي. هبدأ انزل عليها بالبصل وورق اللورة والحبهان. دلوقتي نزلت بالفرخة، هحط عليها شوية فلفل اسمر، والملح، واسيبها بقى تستوي عقبال ما نشوف هنعمل ايه في الكبسة. بالشكل ده نبدأ بسم الله نعمل الكبسة ونقول المقادير. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي معايا بهارات كبسة بتتباع عند اي عطار، بتقول له عايزة على قد الكيلو الكبسة بيديك البهارات دي. هحط عليها كمون وفلفل وقرفة وليمون ناشف، تمام. معايا كمان صلصة هحط منها معلقة، ودي طماطميتين صغيرين، او ممكن تحطي طماطمية كبيرة وتبشريها، ومعايا بصلية متوسطة مفرومة، ومعايا قرن فلفل، وكيلو رز كبسة غسلته ونقعته تقريبا كده 10 دقايق في المية، وبعد كده صفيته خالص عشان يبقى ايه نبدأ نستخدمه. اهم حاجة ان لازم تنقعيك شوية دول يا حبيب قلبي بالشكل دون. دلوقتي هنزلت البصل على الزبدة وهبدأ اشوحها. انا مش عايزة البصلة تسمر او تصفر غامق، انا عايزة اول درجة في لون الصفار عشان ما تبقاش مرة في الكبسة. بالشكل ده نزلت عليهم بالفلفل، وهنزل عليهم بالليمون الناشف وهشوحهم مع البصل. وانتي بتشوحي بتلاقي ان الليمون بينتفخ معاكي كده لما بيخش في السوا هو كمان، وقرن الفلفل بيدي ريحة جميلة جدا للكبسة. لو انتي بتحبي الكبسة تكون حرقة شوية حطيه زي كده حرية، لو انت ما بتحبوهاش حامية ممكن تقدري تحطي قرن فلفل رومي ما فيش مشكلة. شايفين لون البصلة؟ يا دوبك اول درجة في الصفار. نزلت بالبهارات، بتقلبي كده على طول، واديكي تجيب الجناب بحيث ما فيش حاجة تنشف معاكي. في الوقت ده انا موطية النار، اول ما حطيت الكبسة كده انا وطيت النار، واستمر في التقليب، وابدأ انزل عليهم بالطماطم المبشورة. كل الفترة دي انا موطية النار، ما تعليش النار الا ما تبدأي تحط الشرب. هنزل عليهم دلوقتي معلقة الصلصة، انت شايفين انا حطيت على طول الصلصة والطماطم المبشورة عشان البهارات اللي انا حطيتها ما تتحرقش. ما بسيبش البهارات بتشوح كده، يا دوبك اقل من يبقى نص دقيقة او اقل من نص دقيقة، تمام كده. هنزل عليهم بقى بالشوربة، هحط نص مية الرز من الشوربة والنص التاني مية عادية عشان ما تبقاش دسمة جدا، نحط عليها زبدة والشوربة بتبقى سمينة شوية فهتجزع، فهكمل بالمية.
هنزل بقى بالرز، الريحة بقى يا حبيب قلبي جميلة جدا. في الوقت ده يا حبيبي انا عليت النار زي ما قلت لكم، اول ما حطيت الشوربة وانا عليت النار. البهارات اللي انا جايباها دي ما بيتحطلهاش ملح، تقريبا بيبقى فيها نسبة من شوربة الماجي بتبقى حادقة، يعني انت بتحطيها ما بتحطلهاش اي ملح. معرفش انتوا عندكم نوع من البهارات دي ولا لا. دلوقتي بقى هبدا انزل عليها بالميه. الرز ده غير الرز المصري، يعني ممكن تحط عليه الميه ساقعه مفيش مشكله، لكن الرز المصري لما بتحط له ميه ساقعه يعني غالبا بيعجن، لكن ده ما شاء الله بتحط له ميه ساقعه مفيش مشكله. عقبال بقى ما يستوي نبدا نحط نعمل الخلطه اللي هنحطها على الفراخ دي. معايا برضو طماطم مبشوره، ومعايا الصلصه وشويه فلفل، واحط شويه بابريكا وشويه دبس رمان وقليل جدا من الصويا صوص. انا بصراحه ما كنتش قادره النهارده خالص، فقلت بقى لابو احمد هات لنا اطباق فويل عشان اعمل فيها الاكل، لاني مش قادره اغسل المواعين بعد الفطار. فيعني لو في يوم انت مش قادره ومكسله تقدري تعملي بقى اللي انا عملته ده. دلوقتي حبيب قلبي حطيت الملح وحطيت الليمون، كده المكونات جاهزه جدا، فاضل شويه بس زيت وانا بحطها على الفراخ بالشكل ده. حطيت الزيت قلبت كويس وبدات احطه على الفرخه، ولعت الشوايه وكنت مولعة على فحم فوق بحيث ان الفراخ اول ما تستوي انزل عليها بالفحم جنبها كده على قشرة بصلة بالشكل دون. هتشوفوا اللون بتاعها حكاية اول ما تطلع من الفرن كده زي ما انت شفتوا في اول الفيديو. بالشكل ده يا دوبك اديت لون في قلب الشوايه، وحطيتها في طبق غويت عندي، لو عندك حله فضي تقدر تحطي فيها، ونزلت بالفحم على البصل ونزلت عليهم بشويه الزيت وسبتها بقى لما شربت من ريحه الفحم كده. وده كان الشكل النهائي للاكل بتاع النهارده، الرز والكبسه والفراخ المشويه. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. كانت معاكم ام احمد من عالم بيت العز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.